السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة وصفات لينا. اليوم نقدم لكم وصفة رائعة بمناسبة عاشوراء، وصفة ديال الفقيقصات بعجينة واحدة كتخرج لينا عدة أشكال وأنواع. بقوا معايا باش تشوفوا طريقة. وبالنسبة للناس الجدد ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم على المتابعة. وما تنسونيش من التعاليق واللايكات زوينة تشجيعا للقناة كي نعطي اكثر واكثر. وبالصحة والراحة نمشيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير عندي 125 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، ونصف كاس ديال الزيت، وكأس ديال سكر حبيبات، وجوج بيضات بحرارة المطبخ، وكيس فانيلا، والدقيق على حسب الخليط، وللتزيين غادي نحتاجو بعض المكسرات منها القرقاع والفواكه المعسلة مع المربى المشمش والنافع البلدي. عندي هنا يا مطحون وملعقة كبيرة عامرة مزيان ديال الكاكاو المر، وهنا عندي اللوز مهرمش. شو طريقة التحضير؟ غادي نوضعوا الزبده، يعني قلت لكم تكون بحراره المطبخ ما تكونش بارده باش تسهل عليكم الدمج، مع كاس ديال سكر حبيبات. هنايا بديت بالزبده والسكر، ما بديتش بالبيض حتى غادي ندمجهم مع بعضهم. عاد ندير البيض، ضفت هنايا كيس ديال فانيلا، وكنبقى نجمعهم مع بعضياتهم. ومن بعد عاد كنضيف جوج بيضات، كندمجها هكا جانبا، ومن بعد عاد كنبقى نخلطها مع الزبده والسكر وفانيلا. تقدروا ديروا اي نكهه بغيتوا، تقدروا ديروا قشور الحامض او البرتقال، كيبقى لكم الطوق اللي بغيتوا. من بعد ما خلطنا ضفت هنايا النكهه ديالي، ملعقه كبيره ديال النافع البلدي مطحون، ومن بعد كنبقاو نضيفو تدريجيا الدقيق حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا، تكون العجين متماسكه. من بعد جمعت ليا العجين كتجينا على هذا الشكل، هذا ما كندلكوهاش غير كنجمعوها بيدينا، كتكون متماسكه واحد شويه. ومن بعد صافي كنقسمها، هنا ما درتهاش في المجمد، استعملتها مباشره من بعد ما جنتها او خلطتها. كنقطعها لاربع قطع متساويه، درت من اربعة الكرات. كناخد الكرة الاولى كنقسمها على نصفين، النصف الاول غادي نستعمل فيه الكاكاو، غادي نخلطو مزيان مع بعضو حتى كيولي تعطيني اللون اسود. استعملت هنا ملعقة كبيرة عامرة مزيان ديال الكاكاو باش عطاتني داك اللون الغامق. واستعملت هنا درت جوج حرابل، عطاتني جوج حرابل هكا، والنصف الثاني بسطته هكايا عطاني مستطيل، وكنوضع فيه الحربول الاول
وكنبقى نثبت معاه العجين وكنقلوي وانا كنزير في نفس الوقت بلا ما تقطع ليا حتى كيتلاقاو الطرفين مع بعضياتهم. ما لويش كتر من القياس، غير تلاقى الطرف الاول مع الثاني صافي. كنقطع بالسكين، كنحاول نلصقو مزيان بيديا بحال هكا، ونفس الطريقه غادي نستعمل مع الثاني. وهذا هو الشكل ديالي اللي عطاني. كنقطع له داك الطرف الاول باش يجي مقاد. امشي للكره الثانيه، نستعمل بسطتها اولا بالدلاك، واستعملت النكهه هذه اللي استعملتها، درت هنا المربى المشمش، وكنبقى نوزع المربى في كل الزوايا. من بعد ما وزعت المربى كنضيف من الفوق اللوز مهرمش. تقدروا ديروا اي مكسرات عندكم في المنزل، ماشي مشكل. تقدروا ديروا الزبيب او الكاوكاو مهرمش، حتى هو كيجي زوين بزاف. وكنقلوي غير بشويه بشويه، وكنزير ما كنخليهاش مرخوفه باش ما كتحلش وكتفرتت ملي كطيب. يعني هاد الفقيقصات كنعطيهم واحد شويه ديال الخاطر، وكنبقاو نبدعوا في الاشكال ديالنا، كل واحد وشنو كيبغي الشكل اللي بغاه. هاد المستطيل غنقسموه على نصفين، ندير فيه الاول والثاني. يعني ملي كنوصل للقياس اللي بغيت كنقطع بالسكين، وندير نفس الطريقه في الثانيه حتى هي غادي نلويها. يعني كل كره كتعطينا جوج حرابل، وهذا الشكل ديالو جوج حرابل. والكره الثالثه بسطتها بنفس الطريقه، وكنقطع جوانب بالسكين باش تجيني مستطيل كيجيني مقاد. وضعت هنا، اختاريت نزين من الداخل بالقرقاع او الجوز. كنبقى غاده بهذه الطريقه، هذه كندير واحد الصف ديال القرقاع، وكنقلوي غير بشويه وكنثبت مزيان باش يتزير عليه وفي نفس الوقت ما يتقطعش. كما قلت لكم تقدروا ديروا اي حاجه في المكسرات، تقدروا ديروا الكاوكاو كيجي زوين وكيجي سهل على القرقاع، يعني كيتلوى مزيان حيت الكاوكاو عارف انه الملمس ديالو رطب، وغادي يساعدكم فاش تكونوا كتلويوه يجيكم سهل على القرقاع. وتفت التقطيعه ديالو كتجي دائريه وزوينه. صافي كنبقاو نلوي ونثبتو في نفس الوقت مستطيل كيعطينا جوج حرابل. كذلك حتى في هذا المستطيل هذا غادي نقطع. ملي كنحس براسي وصلت للنصف كنقطع باش ندير الحربول الثاني كذلك. يعني كتعطينا كمية وفيرة كبيرة اللي تقدنا وتشيط لينا. غادي نمشي الكرة الأخيرة، غادي ندير فيها هذه، ما نديرش دلاك، غادي ندير فيها الفواكه المعسله. غادي نخلطها مزيان باش ديك الفواكه تجي موزعه في العجينه كامله. الفواكه المعسله راه كتباع عند اي بقال، راه كتباع عنده. وكنقطعها على نصفين يكونوا متساويين، وتنحربلها حتى هي بنفس الطريقه كتعطيني جوج. وما هادو الحرابل كاملين اللي استعملت، وفاش قطعتهم كيجيو بحال الشكل هذا، تيجيو زوينين وعاطين المنظر. اشكال كاملين وريتهم لكم،
هذه ديال القرقع، شوف كيفاش تجي كتعطي منظر زوين هكا ملي كنقطعوهم. وهذه ديال الفواكه المعسله، صراحه كيجيو غزالين. غادي نكمل التقطاع ديالهم وكنبقاو نقطعو غير بالمهل، وكناخذ واحد اللاطة ديال الفرن او صينيات الفرن وكندهنوها هكا او نديرو ورق المطبخ وندهنوه حتى هو، وكننزلو فيه كل قطعة. وكنبقاو نقطعو غير بالعقل ونديرو مع الخاطر. تقدروا ديروا العجين في المجمد باش يجيكم شويه قاصح ويساعدكم في التقطاع. انا زربت عليها ما كانش عندي الوقت ودرتها في وقت واحد. من بعد ما قطعتهم كاملين شطت ليا هاد العجين هادي من كل كره شطت ليا. استعملت هنا درت معاها الجنجلان او السمسم، خلطته مزيان مع العجين وحربلتها هكا وبديت تنقطعها قطع بكل بساطة، حتى هي كتجي زوينة ومنظر ومذاق رائع. هادو هما الفقيقصات ديالنا ديال عاشورة، كيجيو رائعين ومنظر غزال وكتعطينا كمية كبيرة بزاف. دارت ليا هنايا ثلاثة ديال اللاطات او الطاوات. وهذه الطاوة الثالثة. دابا غادي ندخلهم للفرن يكون سخون وما يكونش مجهد. من بعد ما طيبتهم هذا هو الشكل ديالهم من اللي خرجتهم من الفرن، يعني كنحضروا معهم ونخليهمش يتحرقوا وما ديروش درجة الحرارة عالية، يعني ما بين 160 و 170، وكيجيو مقرمشين وفتيين في نفس الوقت، ماشي قاصحين ما تقدروش عليهم ولا شي حاجه. كيف ما عارفين درت فيهم الزبده، والزبده كتخليهم يذوبوا في الفم وفي نفس الوقت مقرمشين. وهادو هما الاشكال كاملين، كيجيو روعه وفي هذه المناسبه كنحتاجوهم. نتمنى يكونوا عجبوكم وتجربوهم، علاش لا، راهما اقتصاديين ويخرجوا لكم عدة اشكال غير بعجينة واحدة. وهادو هما الاشكال كاملين درتهم لكم هنايا باش تشوفوهم، تيجيو غزالين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وراق لكم وبصحتكم وراحتكم ومبروك عواشركم. ان شاء الله نتلقاو فيديو جديد مع وصفة جديدة. تهلاو في راسكم وتبقاو على خير. الى اللقاء.